السلام عليكم ورحمة الله. البارح تلفزيون الحياة كان سباق باش بث الوثائقي تاع البوليسية، ومن بعد وكاك انبات كلمة عليه وزادوا نشروه في بثوا في قناة العمومية ولا القناة الأخرى كامل ولا، ولكن اللي خلى السبق قناة الحياة لصاحبها هابت حناشي خليفة أنيس الرحماني في الدعارة الإعلامية. هذا هو الواقع ديالها. الرجال دابور يقول لك راهو 16 فرد طاحوا في قبضة الشرطة، 16 عصابة إجرامية. هاي ليك واش الآخر. تمكنت المسرح المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الكريم أورغانيزي اسمها من وضع حد لشبكة إجرامية تحريضية. ذوق التحريض ولا إجرام؟ يعني إجرامية باش إجرامية تحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وضرب مؤسسات الدولة عن طريق التعامل مع الموقع الإلكتروني المعادي ألجيري بارت. أيوة. هذا ما ألجيري بارت وشنو؟ هذا موقع إخباري، وقلنا عليه مولاه صاحبه عبدو السمار فيه وعليه، فيه المليح وفيه الدوني. عبدو السمار يعني فيه، ولكن ما تجيش تقول لي بلي هذا موقع إخباري معادي للجزائر. واش حنا انا ارهابي؟ صح اوكي، نحن تاني ارهابي. كنت قدرت تقول قناة تانية راهي تعمل زعزعة الاوضاع في الجزائر؟ لا، نعمل على زعزعة النظام. وي، ماذا بين النظام الذي تنفض انه ياخذ مسؤولياته، انه ما يحبس لا ديزانفورماسيون الكذب، بس الكذب انه هذا النظام هذايا يرحل لانه شيخ. هذا النظام شيخ، هذا نظام عسكري مافياوي عريان فوايو. اللي يحب الجزائر ما يقبلهاش يكون على راسها ناس عرايا، ناس اللي يعفشوا في القانون، واللي يطالب بدولة القانون يدخلوه للحبس. أكثر من هذا ما كانش. نحرض على ماذا؟ نحرض على توقيف الكذب. وقفوا علينا الكذب ديالكم. نحرض على تطبيق القانون. أنت ناس راهم يدخلوا فيهم للحباس يوميا، واش التهمة؟ التحريض على التجمهر الغير مسلح. وش معنى التجمهر الغير مسلح؟ يعني ديروا مانيفيستاسيون سلمية. اسكو هذا ممنوع في الدستور؟ مسموح بالتظاهر السلمي. ما رفت سلاح، ما سبينا، ما ولناش توقف تتجمهر ويطالبوا بحقهم، يطالبوا بإقامة دولة مدنية، يعني دولة قانون وليس دولة عسكرية، دولة أوامر. لأن الدولة العسكرية دولة أوامر، واللي خالف الأوامر يتعاقب، واللي يرفع صوته يتعاقب. هذا اللي راهو يصرى. دونك هذه الشبكة اللي تكلموا عليها ما هم لا إرهابيين، لا كدوش، واش مصورين معاهم؟ مش حاكين معاهم ديزورديناتور، حاطين معاهم ديزورديناتور. هاي ديك دارك نجبدو نشوفو على الآخر. حاطين ديزورديناتور سي ديزورديناتور اللي جايبينهم، ودي لابتوب تليفونات. اش من وقتاش كان تليفون أداة جريمة والميلورديناتور أداة جريمة؟ من وقتهاش شفتوا من وصل بيهم من الاخر؟
الواقع حاولوا نوصل بيهم، حاطين يعني حاجزين تليفونات واورديناتور. انتم كيفاش تقولوا لنا من جهه روحوا تكلموا في الجزائر وانتقدوا، قولوا لا ما تكلموش من بعيد، ما تكلموش من الخارج، ياك نخدم بورديناتور ونخدم بورتابل، واش ندير بورتابل نجيب به الاخبار، سي نورمال نجيب الاخبار، لان واش اللي راهم دايرين على الجيري بارت انها تنشر معلومات، تنشر ملفات كذبها، جيب لهم قال تكذبوها وليك في القضية الفلانية ما كاش منها، في القضية الفلانية ما كاش منها. وكما قلت صح عبدو صمار هذا أنا متأكد منه، أنا لما كان يخدم في أمل تي في نقول له ديما من الكلمة اللي تضعف في قفص الاتهام، ما يحبش من جهة واحدة، ديما نقولها وراقب الشيء الآخر وجيب لي الأدلة، يعطيني الأدلة، اتفضل. ما سانسوريكش، ممنوع نعمل لا سانسور، جيب اعطيني، هو يجيبوا له الملفات كامله بالوثائق بالله، واللي يمد الوثائق واش ناس تندد بالفساد، ناس تندد بعدم احترام القانون، ناس هذا اللي راهو ينتشر في الجيري بارت، احنا نعطيك هذا الواقع. لما الجيري بارت صاع عنده حوايج ما يديرهمش، مثلا تعطي له ملف يمس في شخص خامج، انسان خامج يعني نزار ما اخمج منه ما كانش، انا قطوها ملف تاع نزار ما ينشروش، لانه هنا ماهوش محترف، عنده سمار ما يعرفش شنو الصحافه المحترفه، ما خدمش في جرايد وتعلم على ناس ولا، احنا تعلمنا باش كي يجي هذاك البوليس اللي داير تحقيق لك اشباه صحفيين، يا ولد حرام من 47 سنه في الصحافه، على 24 سنه في عمري كنت رئيس تحرير ما جبتش، تيش تقول لي اشباه صحفيين، انا اسست 5 يوميات وزوج شهريات في فرنسا، اروح انت اسست شهريه في فرنسا، وأسست قناة تلفزية في فرنسا، روح انت ديرها اذا ما تكونش صحفي محنك وضع الصح سيدنا، واي جريده نديرها ديما في العلى، اللي ما نديرش جريده اللي نسحب 2000 نسخه وندير 4 صفحات تاع اشهار، لا انا كنت يعطوني 0 صفحه اشهار، سطر اشهار ما كانش تاع لاناب في 94 في 93 و94 95 ويوقفوا لي في الجرايد، وديما أكبر تيراج الأصيل نهار اللي درتو كان برومي تيراج دون ليست أورجي 40,000 نسخة، لو ليبر نفس الشيء، كنت نبيع الجريدة باش نقدر ندير نبيعها للموزع باش يعطيني السعر ديريكت، يحسب لي 3% 5% انفوندو، عرفت ما يحملش 1%، الجريدة تنفذ على 9 تاع الصباح، 10 ما يحبش يطلع لأنه يقول لك انا هكذا يحب يربح موزع، وانا مساعدني الحال باش ندي دراهمي بكري باش نخلص الناس، احنا تعلمنا على شيوخ في الصحافه، بدها من عبد الحكيم مزياني جوناس اكسيون اول واحد تعلمت عليه، مصطفى بن الحاج الله يرحمه في الجمهورية فرح زيان كنت نعيط له مادي، لما كنت أنا رئيس تحرير مادة الجيش وقت تجي تكتب معانا كوم كولابوراتور دايما نقولو تجي مو مات انت هو المعلم ديالي اللي علمتني معلمي، نعم الله يرحمه عجل هواري في جهة الجمهورية تاع وهران تعلمت منه، عباس مجاجي تعلمت منه، أستاذي أستاذي، هذو أساتذة تعلمنا عليهم، ماشي تاع جاي الآخر وحدي ودير هكذا، إلا ما تعلمش ما عندكش شيوخة اللي يعلموك، باش يرزوك مثلا، باش يرزوك، عرفتو في الجمهورية، في 77، ما طولش معايا ولكن بعد كنت لما كان باش يرزوق في لوبينيون مع حفيد شيبان
انا عندي 40 سنه في عمري، وعندي 20 سنه صحافه مورايا. لما نقعد مع بشير الزور نشوف روحي تلميذ نتعلم عليه. الحمد لله تعلمت عليه، الله يرحمه. عبد الصمام ما عرفش هذه النوعيه تاع الرجال تاع الصحافيين اللي يعلموا واشني الصحافه، ما عرفهاش هذه. على هذه هو الصحافه دارها بزنس. كانوا يجيبوا له ملفات على ولد قدور صناعه العرج ينشر، ناري ولد قدور دخلها معاه وزاد دخلها معاه ولده عادي بزنس. يقول له عندي اسكن شعرك مدرو دراهم، وهذا دار دراهم. هذا سيد نفع الاخلاق، نقول كل موضوعيه كلمه عليه بموضوعيه. هذا شيء لاحظته فيه انا في عبد الصمار وقلت هالو عبد الصمار اللي فتح الجيري بارت اللي يقولوا عليها هذه تاع زاز، فتح المخابرات، فتح الجماعة عنتر باش يكتبوا يسبونا. هل يسبوا يقول عليا إرهابي؟ شو كيفاش يقول يقولوا عليا إرهابي؟ تقنع حبس وتربح. هاو من بعد ولا هو ضر إرهابي وحاكم عليه بالإعدام. حكم مشبوه فيه على كل حال، مشتبه فيه، ماهوش كلام. وهذا الخطرة دايرين له إشهار بالمجان. درك نجو شكون هادو اللي في العصابة وشكون اللي جابوه يتكلم سين لام سين لام ومغطيين له وجهه؟ علاش مغطيين له وجهه؟ هاي ديك الحقيقة. سين لام هو سمير له الناس، وصح كيقول بلي تلاقاني مع عبد الصمار في باريس، وعبد الصمار هو اللي عرفني عليه. لقيته في باريس، لقيته مرتين مرات. إنسان أخلاق، كفاءة، ولد عائلة، والديه في زوج، وإماه نظن أستاذة في الرياضيات ولا باباه الآخر، يعني عائلة مثقفة، عائلة الآخر ما شاء الله، وربى ولدهم ما شاء الله. وكان هو في ألجيري بارت، كان هو اللي يجيب صحافي تاع يجيب، عنده علاقات، عنده كذا منا، وهو اللي كان موقف ألجيري بارت. من بعد وين تخاسر مع عبد الصمار، ولما شاب لي عبد الصمار عاد الملفات اللي مدهم له على شي مسؤولين يروح يتفاوض معاهم. بعد حق عبد الصمار اتهموا، وجبد روحو اتهموا بلي داروا لا باز دي دوني وداروا كذا وداروا داروا ابدا الوقت مسان ولي فاميلي ترونكيل. كان مور في يدخل الجزائر ويخرج بدون مشكل، يدخل ويخرج سون بروبليم. هل اخترا دخل حكموه، حكموه ضربوه، داروا فيه العجب، دايروا علاش خباو له وجهه. ماشي قال باش يحافظوا عليه، راهو في بين يديهم، راهو رايح الحبس، راهو في الحبس، لانه وجهه فسدوه له بالضرب، خسروا له وجهه بالضرب. يعني عم ضربوه حتى قال فيكس، خسروا له وجهه، على ذيك خباو له وجهه. عم وفي نفس الوقت باش يطيحوا عليه شبهات حطوا سين لام، ما نحطوش اسمه كومبلي، ونحطوا باش الناس يخموا بلي راهو ولا يخدم زفاف عن البوليسية. فول خطيئة، زفافة خطيئته، زفافة خطيئته. دونك حبوا يشوهوه من جهة ما همش قادرين يوريو وجهه لأنهم ضربوه، ومن جهة أخرى والاخرين هذوك مدورين من الحيط. هذه اصابه 16 واحد، شكون وما 16 واحد اللي كانوا يمدوا في المعلومات؟ مثلا لطفي نزار ونزار، ايه روحوا جيبوهم ديروا مع العصابه هذه. كانوا يمدوا له ويمدوا للجرود او يمدوا للاخر وكذا، ايه روحوا جيبوه وقولوا له لطفي نزار ونزار كانوا يمدوا له. يا لون
وعلاش ما كانش يحب يتكلم على النزار؟ مع الاول تكلم على النزار وروح شوف لاباس تاع في الارشيف تاع ارجيني برد كاين مواضيع، ومن بعد نحى جزء منها. ناني عطيته ملفات انا درتها في اليوتيوب، كيفاش نزار داير شركات وهميه، داير دي سوستيكرون، كيفاش يهرب في الدراهم الجزائر، كيفاش يقسم في الارباح في بي في، يعني نعطيلو بي في تاع الاجتماع اللي يقسم في الارباح مع ولادو، ومن بعد الارباح كاع يديها لي هو ولطفي ولدو لطفي. حطيتو كل ملف لا ما نشرش ولا كلمه. وعلاش؟ لانه نزار يمدلو معلومات. هيا جيبوا لحقوا نزار العصابه الاجراميه ال 16، هيا لطفي وخوبابا يولوا 18، جيبوهم كيما في مكافحه الفساد. جيبوا الفاسدين، ادي املاك انس الرحماني، هيا احجزها. ما تحجزهاش باسكو مرتو راهي تخدم لكم، سعاد عزوز راهي تخدم لكم، دونك ما تقيسوش املاك انس الرحماني. وكيما الاخر روحوا جيبوا روراوه، الفساد تاعو فاقر. لا تور هذيك اللي في باب الزوار كاريها البونوك وكاري الكذا منا، ملاير ملاير تسوى. قولوا منين جبتها، ولا بروجي اندستريال قولوا منين جبتها تاع القبه. وجيبوا جيبوا جيبوا مين فقد بالحملاوي درتو على على روراوه بالوثائق، ما قدرش يدق كلمه، كل ما قدر يدير هو انه مشى حكم الفراش وحكمته لا دياري. والسلام والسلام، هذا واش دار ها الفاسد. انا كنت كلمة مع الفاسد من قبل ملزي العجب بالعجاب لي دار، يضرب تسيني مراه في دارو يحوس. قلت تكافح الفساد، انتم تكافحوا الفساد، انتم الفساد بعينه، أنتم الفساد بعينه. رجي يقول له هاول فينا المصيد، هاوليك اللي مخبيين له وجهه وقضى على خاطر ضربته وخسرت له وجهه. سمعت والحكاية وما فيها، ماشي موقع إلكتروني ينشر مقالات وملفات تاع فساد وملفات هذه، ما نقدرش تنكرها انه موقع جريبات ينشر ملفات تاع فساد، ينشر مواضيع يعني تدين الفساد وتدين الحكم منها. هو فاصل خطره معاهم خطره ضدهم، مي المهم هذه الشبكه الاجراميه. ما لا غدوه اللي يخدموا في المغاربيه كي يدخلوا يدخل واحد منهم الى زوج شبكه اجراميه، يعني تحكموه راهو قناه تحريريه المغاربيه، اي صدقوا علي قناه تحريريه. كيف كيف اللي يخدموا في امال تي في، يعني كيف كيف قناه تحريريه موقع تحريريه الجيري بارت. انا تيروريست ما نهدروش، امير ديزاب تيروريست، انور مالك خائن ما نهدروش. زي حاطين تصورنا في الاول، يحكي علينا سي واش عندك علينا، واش عندك جبل. ما يحشموش يتاجروا بالموتى، شفتوا نظام خبيث، نظام خبيث يتاجروا بالموتى. يجيب لي التصويرات تاع عبد الكريم جعال ويفصح الله يرحمهم، سمعت يقول له لما كانوا هذو يتكلموا هذو ما كانوا يسمعوا بهم. انا كنت نكتب يا سي محمد، انا كنت داير العصير داير فيكم كثير، وقفوني بعد 9 شهور، بعد 9 شهور بعد الصدور وقفوه، 10 شهور وقفوه، زدت قريب 6 شهور وقفوه. تقول لي وين كنا؟ أنا كنت حاشا من يسمع من بول عليكم كامل كيما راكم. قول له وين أنا؟ ما جيتش البارح أنا، أنا ما جيتش البارح، أنا من 92 وأنا نضرب فيكم. حتى قلت فيكس لليوم ما خدمتوش عليا، عيطوا احكام كدا منا، داروا لي 4 احكام بالسجن في السيرسي، وانا قاعد نخدم
ومن بعد نهار يعاونوا باش يطلعوني، لانه نحاولي الاعتماد تاع الكوتيديان دو باري، حبسوا لي كاع الجرايد باش ناكل الخبز نروح نبيع. لا مانيش تاع التجاره، مانيش تاع غير الكوتيديان دو باري كمراسل في المغرب الكبير. ينحولي لاكريديتاسيون وبطريقه خبيثه، طريقه خبيثه. قال باش نعاودو لك الكارطه باش نديرو دي كارت شابين وكذا، عطينا الكارطه هذه القديمه. اوكي قال بس تحبس الكتيبة حتى نعطيك جدا. قلت ما عشان نكتب الكارطه مانيش محتاج كارطه، انا عمري ما رحت لواحد نعطي له كارطه نقول له راني صحافي. كنت معروف ستاد 5 جويي، كنت كي ندخل كنا ماشي غير انا، كنت انا رضوان بن دالي منصف بن جمعه، يعني كنا صحافيين الاخر يعرفونا ستاد 5. كي ندخل باش نوريو الكارطه كارت دو بريس، كان العقون هذا كيحل لنا الباب ديريكت، وكي كان واحد اخر كيف كيف يحل لنا الباب بلا ما نجبدو كارطه باش ندخل لاتريبيل دو بريس. كي نمشي لاي جهه عمري ما جبت كارطه، قالنا باني صحافي، ناس عارفين من خلال كتاباتي لا اكثر ولا اقل. صحافي تعرف من خلال كتاباتي ماشي بكارطه. نحاول هذا الكارطه سقعت نكتب، ولا قالك ما راك تتخابر مع قوى اجنبيه، ويا نكتب وننشر، نكتب وننشر. هاولي كل الحرام كيفاش. المهم حكاية واحد البوليسي ظهرت فاشلة. شوفوا حاجة أخرى،